مجدداً تعود التظاهرات إلى شوارع العراق وساحاته بعد أكثر من شهر من غيابها تحت ضغط القبضة الأمنية التي استهدفت الاعتصامات والتظاهرات وحاولت إنهاء كل مظاهر الاحتجاج الشعبي في البلاد. عادت التظاهرات في عدة محافظات جنوبية وامتدت حتى بغداد، حيث نظمت وقفات تحت نصب الحرية في ساحة التحرير، أكد خلالها المتظاهرون على مطالب الثورة بإسقاط لنظام المحاصصة الطائفية والحزبية وبناء عراق جديد يحكمه أبناؤه الذين يدينون بالولاء له فقط، كما طالب المتظاهرون بمحاربة الفساد وإبعاد الفاسدين عن مقاعد السلطة ومحاسبتهم على ما اقترفته أيديهم من جرائم ضد الشعب العراقي. وفي الناصرية خرجت التظاهرات على الرغم من التوتر الأمني وعمليات الخطف والاغتيال والاعتقال الأخيرة، بل إن المتظاهرين تمكنوا من اختراق الحشود الأمنية والوصول إلى ساحة الحبوب بعد أسابيع قليلة من فض الاعتصام فيها وفتحها أمام الحركة المرورية. استمرار عمليات القتل والاعتقال والخطف التي تستهدف الناشطين وتنفذها القوات الأمنية والميليشيات الداعمة لأحزاب السلطة دفعتهم للخروج إلى الشارع في عدة محافظات ليحذروا الجميع من أن الأمور قد تخرج عن السيطرة إذا استمرت تلك الحملات المشبوهة التي تؤكد أن حكومة الكاظمي ليست سوى امتداد لحكومات الأحزاب الفاسدة، وأنها كسابقاتها عاجزة عن كبح جماح الميليشيات التي باتت تتحكم فعليا في مجمل المشهد العراقي. وبحسب مراقبين فإن عودة التظاهرات إلى الشوارع والساحات ينذر بعودة الزخم الثوري مرة أخرى، لا سيما أن حكومة الكاظمي فشلت حتى اليوم في تنفيذ أي من وعودها السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، ما يعني أن الأسباب التي دفعت العراقيين إلى الشوارع لا تزال قائمة، بل إن مزيدا من الأسباب أضيفت لتجعل من الثورة أمرا ضروريا لإنقاذ العراق من الانزلاق نحو مصير مجهول.